يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن المعراج. انا بصراحة الكلام عن المعراج وحده، فكرة المعراج نفسها تخلي قلبي في حتة تانية خالص. بحس ان ربنا سبحانه وتعالى رابط قلوبنا بعرشه، ولما يذكر المعراج بحس كده ان ربنا بيقول لقلوبنا: كل واحد فيكم لو ايقن من ان الله سبحانه وتعالى جعل صلة بينه وبينه، يلا قلوبكم خلوها تسجد تحت عرشي، اني فتحت لكم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اخترق السبع الطباق عشان نطمئن ان هو فتح لنا باب عشان نسجد فيه تحت عرش مولانا. تعالوا نسجد نسجد وتعالوا نقبل على مولانا. واذكركم بالسبعية، احنا السبعية اللي احنا قلناها، قلنا ان سيدنا هارون كان مشاركا، فالمشاركة بتاعته دي بتعلمنا ان احنا نعالج الفردانية، وعلمنا ان سيدنا ابراهيم كان راسخ فرسوخه بيعالج المزاجية، وكمان سيدنا ادريس كان رمز للعلم المستدام وبيعالج كتر التشكك اللي عندنا، وكمان سيدنا يوسف كان معمر وما التفتش للمظلومية، عشان كده تعميره وعدم التفاته بيزيد عندنا التعمير، وكمان سيدنا آدم عليه السلام علمنا الفطرة ونقاء السريرة عشان نتخلص من الإحباط، وعلمنا سيدنا يحيى وسيدنا عيسى علمونا إزاي نتخلص من كسرة الحساسية، أما سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علمنا بإدارة الأزمات نتخلص من العشوائية.